هذه صور فريدة من نوعها من داخل إدلب، غير خاضعة لأي رقابة. بطريقة خفية تجاوزنا نقاط التفتيش التابعة لجبهة النصرة. صورنا حصراً جهاديي تنظيم القاعدة الصينيين ومن دول آسيا الوسطى المنتشرين في المحافظة. وهذه صور خاصة من إحدى المعارك لكتيبة الأوزبك المتمركزة في مدينة إدلب، والتي تقاتل جنباً إلى جنب مع النصرة. في أماكن كثيرة في إدلب الشعارات المتطرفة تغطي الجدران، في أماكن أخرى يرفرف علم تنظيم القاعدة، فضلاً عن انتشار أقوال أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة. هذه هي إدلب كما لم تروها من قبل. دخول الصحفيين إلى محافظة إدلب يكاد يكون مستحيلاً. الصحفيون هناك يهددهم الخطف أو القتل أو الاثنان معاً. الخطر يلاحق أيضاً نشطاء المعارضة السورية المهددين من قبل مسلحي الجماعات المتطرفة، وهذا ما اختصر الخيارات في خيار واحد: الذهاب سراً إلى المحافظة التي يلفها الغموض، والهدف الاطلاع على حقيقة ما يدور فعلاً في إدلب. ثلاثة مصادر جميعهم موالون للمعارضة تصدوا لهذه المهمة المحفوفة بالخطر. الصور التي ستشاهدونها معنا صورت جميعها سراً، وهذا سبب افتقار بعض المشاهد إلى الوضوح المطلوب، لكنها تبين على قدر استطاعتها وبما سمحت به الظروف حقيقة الوضع الميداني هناك. ثلاثة أشهر بقيت مصادرنا في المحافظة، تنقلوا في خلالها سراً بين مدينة ومدينة ومن قرية إلى أخرى. المخاطرة كبيرة، فإلقاء القبض عليهم يصورون سراً بالهاتف المتحرك يعني القتل، لكنهم وبالرغم من ذلك تمكنوا من عبور حواجز تفتيش كثيرة لجبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة في سوريا. وليس هذا فحسب، بل استطاعوا تصوير تلك الحواجز وغيرها. جبهة النصرة كما نعلم غيرت اسمها رسمياً إلى جبهة فتح الشام، لكن مصادرنا أكدوا أن اسم جبهة النصرة ما زال يستخدمه السكان، وهو موجود في كل مكان حتى في بيانات النصرة الرسمية. انظروا مثلاً إلى هذا الإعلان الرسمي الذي نشر تحت اسم جبهة النصرة حتى بعد إعلان تغيير اسمها إلى فتح الشام، أو إلى هذا المقر الرسمي للجماعة حيث كتب على جدرانه جبهة النصرة وجبهة فتح الشام معاً. يبدو أن الجماعة نفسها لا تميز بين كلا الاسمين. لم يقتصر تصويرنا على حواجز النصرة، بل رصدت عدسات هواتفنا ملصقات دعائية نشرتها النصرة في مختلف المدن. قرب بلدة دركوش مثلاً لوحة كبيرة لجبهة النصرة تحاول إقناع السوريين بالبقاء في بلدهم عوضاً عن المغادرة بحراً إلى اليونان ومنها إلى سائر دول أوروبا. الإعلان يسأل: ماذا تريد أن تلبس يوم القيامة؟ سترة نجاة أم سترة عسكرية؟ معبر باب الهوى مع تركيا هو المنفذ الرسمي الوحيد لمحافظة إدلب إلى العالم الخارجي، لكن مصادرنا اكتشفت وصورت معبراً آخر. هذا المعبر خصص أساساً لحركة أحرار الشام وفصائل أخرى مع أسرهم. التسجيل والتصريح الخاص باستخدام هذا المعبر متاحان في أحد مخيمات اللاجئين في تركيا. في شاحنات تركية ينقل من يحصل على هذا التصريح إلى الحدود مع سوريا. قبل الوصول إلى القرية التركية الحدودية جوفاتشي، يفتش الجيش التركي جميع الراغبين في العبور، ثم يعبر الناس مشياً من خلال بوابة في الجدار الحدودي نحو بلدة خربة الجوز السورية. في إدلب شعارات مؤيدة للنصرة تملأ المحافظة، علنية ترى الإشادة بتنظيم القاعدة. مئات وربما آلاف من الشعارات تغطي جدران مباني إدلب،
كلها شعارات تظهر الاتجاهات المتطرفة، وكلها توضح من هو الحاكم هنا. حتى في كفرنبول التي طالما عدت معقلاً للفصائل المعتدلة، شعارات تنظيم القاعدة لا تغيب عن الجدران. فقط في معرة النعمان هناك احتجاجات علنية أسبوعية ضد النصرة، وفضلاً عن مظاهرات المعرة رأينا شعاراً واحداً يطالب بإسقاط جبهة النصرة في بلدة تقع في ريف جسر الشغور. أعددت مجموعة من الخرائط لأشرح لكم بالأرقام قوة الفصائل المختلفة. هذه خريطة محافظة إدلب. سافر مصادرنا في 3 طرق رئيسية مجتازين حواجز التفتيش التي لابد لهم من المرور فيها. الطريق الأول الذي سلكوه يبدأ في معبر باب الهوى على الحدود التركية وصولاً إلى مدينة جسر الشغور. لاحظوا نقاط التفتيش التي دخلوا منها. اللون الأحمر الطاغي هو لجبهة النصرة. على هذا الطريق عبروا حاجزين فقط للأحرار كما هو مبين باللون الأخضر، و3 حواجز للحزب التركستاني الإسلامي كما هو مبين باللون الأزرق الفاتح. الأزرق الداكن يرمز إلى حاجزين تابعين لجيش الفتح. على هذا الطريق لا نرى أي حاجز للجيش الحر. الطريق الثاني الذي سلكناه يبدأ من باب الهوى وصولاً إلى خان شيخون. حواجز النصرة باللون الأحمر مهيمنة على الجميع، تليها حواجز أحرار الشام باللون الأخضر، وحاجز واحد باللون البرتقالي تابع للجيش الحر. الطريق الثالث والأخير هو من معرة النعمان وحتى جسر الشغور. اللون الأحمر الذي يرمز إلى النصرة هو في الطليعة، يليه اللون الأخضر لحواجز الأحرار، وحاجز لجيش الفتح، وحاجز لجيش الحر. خلاصة القول، من أصل 38 حاجز تفتيش على هذه الطرقات الرئيسية الثلاثة، هناك 21 حاجز لجبهة النصرة، و6 حواجز لحلفاء النصرة من التركستان وجيش الفتح، وهناك 10 حواجز لأحرار الشام، وحاجزان فقط للجيش الحر. قوة النصرة لا تنحصر في عدد نقاط التفتيش فحسب، بل تشمل المكاتب والخدمات التي تقدمها للسكان. للنصرة شرطة إسلامية ومكاتب تجنيد ودور قضاء وسجون. بين عملهم الإداري والعسكري يجد مقاتلو النصرة الوقت للاستراحة وتناول الطعام مع بعضهم بعضاً كما تظهر هذه الصور من داخل إحدى المضافات. نحن لدينا رجال شرابهم الدماء وطعامهم الجماجم وأنيسهم الأشلاء. الله أكبر والعزة لله. هناك أيضاً أوقات معينة للعب والمزاح. وهناك أوقات الجد، وفيها مثلاً ينقل السجناء من سجن إلى آخر. المجرمون العاديون يؤخذون إلى مخافر الشرطة الإسلامية ودور القضاء، بينما يعتقل السجناء السياسيون في سجن سري تحت الأرض يعرف بالعقاب ويقع قرب كفرنبول. العقاب سجن قاس جداً تديره النصرة، يدخله من يشتبه في أنهم من الجيش السوري الحر أو أنصار النظام أو عملاء التحالف أو من مؤيدي داعش. سجناء سابقون أكدوا لنا أن التعذيب شائع في سجن النصرة هذا، وكشفوا أن المسؤول عن العقاب هو أبو يوسف حلفاية أمير جبهة النصرة في حماة. أما مدير السجن فيدعى أبو خديجة وهو من صوران ويبلغ من العمر 17 سنة فقط. وهناك المشرف على ذلك كله المدعو أبو إسلام متابعة، لأنه من مكتب المتابعة الخاص بالنصرة ويعرف أيضا باسم يوسف العمر. يقدم تقاريره مباشرة إلى قائد جبهة فتح الشام أبي محمد الجولاني. ليس بعيداً عن سجن العقاب التابع للنصرة نصبت حركة أحرار الشام حاجزاً لها.
العلاقة والتنسيق بين النصرة وأحرار الشام جيدان على الأرض في معظم الأحيان. في قرية ميلس مثلاً، والتي تسيطر عليها أحرار الشام، رأينا مقاتلين من تونس ضمن صفوف النصرة. جاءوا إلى القرية لشراء البوظة أو الآيس كريم من مكان مخصص لذلك مشهور في المحافظة. المقاتلون قالوا لصاحب المحل إنهم فرحون بجهادهم في سوريا، وإنهم يتنقلون بحرية ومن دون عقبات بين المناطق التي تسيطر عليها النصرة والأحرار. التقت مصادرنا أيضاً سوريين تلقوا تدريبات عسكرية في مخيمات حزب التركستان الإسلامي التابع للنصرة. يقولون إن التعاون بين النصرة وأحرار الشام قوي لدرجة أن المقاتلين السوريين في مخيم التركستان يدرسون كتباً نشرتها حركة أحرار الشام الإسلامية. طبعت تلك الكتب في تركيا. أحد المواضيع المذكورة في الكتب يتعلق بكيفية التعامل مع السبايا. المرأة سواء كانت من أهل الكتاب أو مجوسية أو عربية فإنه يجوز استرقاقها، ويجب أن يراعي أمير الجهاد المصلحة في هذا الأمر، لأن الاسترقاق قد يحدث الدعاية الكاذبة المغرضة خصوصا مع الضعف. في جبل الزاوية صدرت ممتلكات أعضاء الجيش السوري الحر الذين طردوا من المنطقة. في الجديدة رقمت أحرار الشام بالطلاء منازل المسيحيين التي هجرها أصحابها ثم استولوا عليها. النصرة تفعل الشيء نفسه. في بلدة اليعقوبية رقمت النصرة بيوت المسيحيين وصدرتها لجنتها العقارية لتعطيها عموماً للمقاتلين الأجانب أو القادة. معظم المسيحيين غادروا قراهم ما عدا المسنين منهم. على جدران اليعقوبية شعارات لتنظيم القاعدة في بلاد الشام. في اليعقوبية أيضاً افتتحت النصرة مسجداً لجذب من بقي من هؤلاء المسنين المسيحيين. سموه مسجد سيدنا عيسى عليه السلام. في مكان قريب أنشأوا مركز السيدة مريم لتحفيظ القرآن. في بلدة الأنية القريبة لا تختلف الصورة. حتى سنة 2013 كان تمثال السيدة العذراء منتصباً هنا، لكن داعش دمره عندما كان في المنطقة. أما الآن فترفرف راية النصرة السوداء مكان التمثال. على أحد أبواب المسجد علقت جبهة النصرة منشورات تعلن فيها مزاداً علنياً على المحاصيل الزراعية لأراضي المسيحيين الذين هجروا منازلهم. تعطى المحاصيل موسمياً للمزارع الذي يدفع المبلغ الأكبر لجبهة النصرة. حياة المدنيين اليومية في محافظة إدلب صعبة للغاية. مصادرنا رأت كثيراً من النازحين ومخيمات لهم، وسمعوا أصوات الطائرات الروسية والسورية الحربية في سماء المنطقة. السكان فقراء، بل أشد حاجة من الفقراء، فثلاثون دولاراً شهرياً تعد راتباً جيداً. بعض الأماكن في محافظة إدلب القريبة من الحدود التركية لم تتأثر كثيراً بالحرب. أبواب المحال التجارية ما زالت مفتوحة والحياة مستمرة، لكن هذا الوضع قد يتغير طبعاً في أي لحظة. أما المدن والقرى الأخرى ومنها مدينة إدلب كانت وما زالت هدفاً لغارات وهجمات عنيفة. الحركة تنشط فيها عندما تتوقف الغارات، لكنها سرعان ما تعود إلى ما يشبه الموت عندما يعود النظام أو الروس إلى مهاجمة المدينة. يحكم مدينة إدلب جيش الفتح، وهو تحالف عسكري يضم النصرة والأحرار وفصائل أخرى. جدران إدلب الكثيرة تروي قصة القوانين المفروضة على أهلها. في وسط المدينة إعلان يروج الزي الإسلامي للنساء من العباية والخمار والجوارب والقفازات، والثمن 2600 ليرة سورية تعادل 12 دولاراً. لكن المدينة الأكثر دماراً على الإطلاق بحسب مصادرنا هي جسر الشغور، فقد سيطرت الفصائل الإسلامية المعارضة على هذه المدينة في نيسان أبريل سنة 2015.
منازلها اليوم مدمرة تماماً، أكثر مبانيها سويت بالأرض، شوارعها مهجورة، إنها مدينة أشباح. جسر الشغور يسيطر عليها عسكرياً حزب تركستان الإسلامي، مقاتلوه من الأويغور، أكثرهم جهاديون صينيون، إلى جانب مقاتلين آخرين من دول آسيا الوسطى. جاءوا إلى سوريا كما يقولون للجهاد، وهم تابعون لجبهة النصرة. هنا ولأول مرة تمكنت مصادرنا من تصوير مقر لهم خارج المدينة. تماماً كما فعل الأحرار والنصرة، رقمت تركستان منازل خصومهم. هذه العقارات السورية صادرها مقاتلو الأويغور الأجانب. خارج جسر الشغور بنت تركستان معسكراتهم، كهذا الواقع في ريف المدينة. فضلاً عن المدينة، ينتشر التركستان وهم قوة يحسب لها حساب في معظم قرى ريف جسر الشغور. تقدر مصادرنا عدد المقاتلين مع عائلاتهم بما بين 10,000 وعشرين ألفاً. القائد الأبرز للتركستان يدعى إبراهيم منصور، وهو لا يزال يسافر من سوريا وإليها، حيث رآه شهود في محافظة إدلب. كشف مقاتلون سوريون أيضاً تدربوا في معسكرات التركستان أنهم بايعوا زعيم حركة طالبان الأفغانية. هذه الصور من ريف جسر الشغور، حيث لتركستان وجود قوي. نساؤهم غطيت تماماً. أحد المقاتلين يتنقل مع زوجته على دراجة نارية. وهذه صور من منطقة الزنبقي، وهي أكثر المناطق التركستانية السرية قرب الحدود مع تركيا. يمنع منعاً باتاً تصوير هذه المنطقة أو دخولها لوجود سجن كبير فيها. هنا يعيش حصراً مقاتلو الأويغور القادمون من الصين مع زوجاتهم وأطفالهم. يتنقلون على الدراجات النارية ولا تفارق البندقية أكتافهم. على الجدران شعاراتهم، وفي الشوارع أطفالهم يلعبون، وعلى سطوح المباني وفي الحقول ألواح شمسية لتوليد الكهرباء لمنازلهم. بعد التنقل في إدلب 3 أشهر، استخلصت مصادرنا 3 نقاط أساسية. الأولى، وجود التركستان أكبر بكثير مما كان متوقعاً، فعددهم لا يقل عن 10,000 فرد. الثانية، صحيح أنه لا يزال هناك بضع فصائل معتدلة في إدلب، لكن هؤلاء المعتدلين يكاد لا يكون لديهم حواجز تفتيش، ولا يسيطرون إلا على مقارهم. أما الثالثة فهي أن إدلب تظهر اختطاف الثورة السورية من قبل فصائل متطرفة، في صفوفها كثير من المقاتلين الأجانب. في نهاية رحلتهم غادر مصادرنا محافظة إدلب بمساعدة مهربين إلى تركيا، وللوصول إلى نقطة العبور مروا عبر حاجز تابع للتركستان، ثم توقفوا عند مكتب تابع للنصرة قرب خربة الجوز للحصول على إذن للخروج. دفع كل منهم ما يعادل 15 دولاراً، إنها ضريبة للمجاهدين تفرض على كل من يريد المغادرة، قالها لهم المسؤول عن مكتب النصرة الحدودي. أما من لا يريد مغادرة إدلب أو من لا يستطيع المغادرة يعيش في خوف مستمر. أكثر سكان إدلب يخشون القادم، ولعلهم يعلمون أن حملة عسكرية قادمة إليهم لا تميز بين مدني وعسكري. معظم اللقطات التي تابعناها إلى الآن تم تصويرها قبل الإعلان عن تأسيس هيئة تحرير الشام. كما تعرفون أن جبهة النصرة غيرت اسمها أكثر من مرة منذ اندلاع الأحداث في سوريا. بدلت النصرة اسمها أولاً إلى جبهة فتح الشام في يوليو من العام 2016، ولكن مؤخراً في فبراير من هذا العام أصبحت تعمل تحت اسم هيئة تحرير الشام. لذلك وبعد أن أعلن عن تأسيس هيئة تحرير الشام، أرسلنا مصادرنا مرة أخرى بشكل سري إلى محافظة إدلب
لمعرفة ما إذا كان تغيير الاسم جلب معه تطورات معينة على الأرض. وهنا أعرض عليكم أهم التغييرات التي لاحظناها. أولاً، معظم نقاط التفتيش أصبحت مجهولة الهوية. في معظم الأحيان لا توجد أعلام تميز حواجز النصرة عن تلك الخاصة بالأحرار مثلاً. بعض الحواجز تم إخلاؤها، وكذلك بعض المباني الخاصة بالنصرة كهذا المبنى مثلاً في دركوش. السبب يعود إلى الخوف من الاستهداف من قبل الطيران الأمريكي أو الروسي. ثانياً، تمت إزالة شعارات القاعدة في بلاد الشام عن الجدران. على هذا المبنى في دركوش مثلاً هكذا كانت الصورة في الماضي، أما الآن هكذا أصبحت بعد إزالة شعار القاعدة. اسم الظواهر تم الطلاء عليه في بعض الأحيان أيضاً، على الرغم من بقاء أقواله وكلماته على الجدران. من الواضح أن هيئة تحرير الشام تريد إخفاء صلتها بالقاعدة. أما الفرق الثالث والأخير هو أن اللافتات الجهادية السوداء والملصقات تم استبدالها جزئياً بملصقات ملونة مثل هذه. مضمون الإعلانات هي نفسها، تشجع على تطبيق الشريعة، لكن التصاميم أصبحت ملفتة بألوانها. الهدف من ذلك يبدو لجعل رسالتهم أكثر جاذبية للسكان المحليين.